الجمهور المغربي ينتظر بحماس وبشغف كبير انطلاق مباريات البطوله برو ليغ. كنعتقد على اننا سنشهد على مباريات من المستوى العالي خاصه بعد ميركاتو الصيفي قوي وقوي جدا للعديد من الانديه المغربيه، لا على مستوى اللاعبين ولا على مستوى كذلك المدربين. الحمد لله، مني فقط بنتي وانا الحمد لله الحمد لله تولدنا من جديد. دعوني ابدا هذه الاطلاله بتقديم احض التعازي لكل عائلات ضحايا انقلاب حافله بين مدينه يخرب قوب ميلاد. حادث سير خطر وخطير جدا خلف ازيد من 22 قتيل و 34 مصاب. لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، ونسال الله عز وجل ان يقبل منهم صالح اعمالهم وينجيهم وان يجعل معهم النور انيسا وصاحبا حتى جنه. اكيد في ظل وجود مدربين من المستوى العالي كثير منهم راكم العديد من التجارب مع مجموعه من الانديه، وفي ظل وجود مدربين من مدارس كرويه مختلفه بعضها تعتمد على الكره الهجوميه واللعب المفتوح واخرى تعتمد على التحفظ الدفاعي واللعب على الهجمات المرتده، ممكن نشوفوا وممكن لهم يقدموا لنا الا اطباق كرويه من المستوى الرافي. وبالتالي اذا تكلمنا على مدرب البطوله الاحترافيه للموسم القادم فكنلاحظوا وجود 8 مدربين مغاربه و 8 مدربين اجانب، اربعه منهم يمثلون المدرسه التونسيه التي اصبحت معتمده بشكل كبير في البطوله المغربيه، مدرسه اثبتت على احقيتها وجدارتها ولها انجازاتها مع العديد من الانديه المغربيه لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الافريقي، بينما الاربع مدربين الاخرون فهم يمثلون كل من المدرسه الجزائريه المصريه البرازيليه وكذلك الفرنسيه. دعونا نصعد عليكم مدرب البطوله الاحترافيه بالنسبه للموسم القادم. بالنسبه للمدربين المغاربه الذين يكون بدو الزكي الذي سيشرف على تدريب اتحاد طنجه، طارق السكتوي مع نادي اتحاد التوالقه، رشيد روكي مع نادي الشباب المحمدي، وكذلك عبد اللطيف جديدو مع نادي المغرب التطواني، جمال سلامي مع نادي الفتح الرياضي، زكريا يعبوب مع شباب السوالي، منير الجعواني الذي سيشرف على تدريب مولوديه وجده، واخيرا عوده الحسين الموسى مع نادي الوداد الرياضي. اما بالنسبه للمدرب الاجانب الذين يكون عبد الحليم بن سلطان مع نادي المغرب الفاسي، سعد الشابي مع نادي الدفاع الحسين الجديدي، سعد دريدي مع نادي اولمبيك خليبكا، فوزي البزاصي مع نادي الرجاء الرياضي، المصري طارق مصطفى مع اولمبيك اسفي، الجزائري عبد الحق بن الشيخه مع البرتقال البركانيه، الفرنسي فرناندو داكروز مع نادي الجيش الملكي، واخيرا البرازيلي ماركوس باكيتا مع نادي حسنيه اكادير. وبالتالي فكنلاحظوا وجود مدربين بكفاءات عاليه وعاليه جدا. يكفي ان نقول حسين عموته المتوج بدوري ابطال افريقيا مع نادي الوداد الرياضي سنه 2017، المتوج كذلك بكاس الكونفدراليه مع نادي الفتح الرياضي، اللي خاض تجربه كذلك مع المنتخب المحلي، شيخ المدربين التونسي فوزي البنزرتي اللي وصل نهائي كاس العالم الانديه مع نادي الرجاء الرياضي، فاز بلقب البطوله برو مع نادي الوداد الرياضي، وصل نهائي الشعير ضد الترجي الرياضي التونسي 2019 مع نادي الوداد الرياضي، جمال سلامي اللي احرز لقب البطوله برو مع نادي الرجاء الرياضي ووصل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا مع نفس الفريق، كذلك مدرب الدفاع الحسين الجديد سعد الشابي اللي حقق كاس العرب والكونفدراليه مع نادي الرجاء الرياضي. عندما نتكلم عن المدرب الحاج بدو الزكي والتجربه ديالو مع المنتخب الوطني وخاصه حقق نجاحات كثيره مع الانديه الجزائريه، عبد اللطيف جديد وعبد الحليم بن سلطان اللي كذلك قاموا بعمل كبير معكم من المغرب الفاسي ومغرب التطواني الموسم المصري، في الجزائري عبد الحق بن الشيخه اللي اصبح يصول ويجول بين مختلف الانديه المغربيه، وبالتالي فكلهم مدربين بكفاءات عاليه كنعتقد على انهم غادي يقدموا الاضافه المرجوه في البطوله المغربيه، وبالتالي الفرجه المتعه والحروب التكتيكيه ستكون كبيره وكبيره جدا بين كل هؤلاء المدربين. لهدف المنافسه ستكون جد مشتعل على لقب البطوله في الموسم القادم، خاصه اتوقع بين انديه الرجاء الرياضي، الوداد الرياضي، النهضه البركانيه، الفتح الرباطي، الدفاع الحسين الجديدي، وكذلك المغرب الفاسي. وفي الاخير كنبغي نوجه رساله لمسؤولي ديال كره القدم الوطنيه، اقول لهم فيها ما الجد هو من منتخب محلي صرفت عليه الكثير والكثير من الاموال، من منتخب محلي سد الشياب ولا يعطي الفرصه للشباب، من منتخب محلي لم يقدم ولا شيء لكره القدم الوطنيه، الهدف الاكبر ليس هو الفوز بالشان، انما رؤيه ابناء جيلي يفرحون بمنتخب مغربي متوجا بكاس الامم الافريقيه. ما تنساوش تخليونا في تعليقات التوقعات ديالكم الفائز بلقب البطوله في الموسم القادم، اللي مازال ما اشتركش في القناه اشترك، ديروا لايك، وتحياتي لكم الى الفيديو المقبل.